عجيبة وكل من يرده حليبة شلون يقضي بالأسى الليل الطويل هاي دنيا نشوف بيها المستحيل وهاي دنيا هاي دنيا تفرق الأخ عن أخوه والضمير انباع دوره وما لقوه هاي دنيا تفرق الأخ عن أخوه والضمير انباع دوره وما لقوه طيب بعض الناس هم الضيعوه طيب بعض الناس هم الضيعوه والأصيل يعيش عالصبر الجميل هاي دنيا نشوف بيها المستحيل وهاي دنيا هاي دنيا اشكال والوان الصور وهي عاللحظات تنطينا العبر هاي دنيا اشكال والوان الصور وهي عاللحظات تنطينا العبر ندب مشاكلنا على الحظ والقدر ندب مشاكلنا على الحظ والقدر واحنا وي رغباتنا شمالت نميل هاي دنيا نشوف بيها المستحيل وهاي دنيا هاي دنيا نشوف بيها المستحيل ولنعيش من الصدق جدا قليل هاي دنيا شوف بيها المستحيل ولنعيش من الصدق جدا قليل ناس يا عالم عجيبة وكل من يرده حليبة ناس يا عالم عجيبة وكل من يرده حليبة شلون يقضي بالأسى الليل الطويل هاي دنيا نشوف بيها المستحيل وهاي دنيا خليك أستاذ صلاح ما كنت تقنعه اي تمام صحيح هو شباب هالوقت ما شاء الله تعرف كلها حيوية ونشاط فمهتم بالسفرات والسيارات والموديلات وغيرها بس احنا لا احنا قبل اول ما بس شوي يكبر يتزوج بس ولا يهمك حجي انا اقنعه واخليه يتزوج اليوم قبل باكر انت عاد استاذ صلاح شاطر بلكي تنجح طريقتك ويا العفو اخ اكرم شلون السوق يمكم زين استاذ صلاح أنا خابرني أبو هند وقال لي عندكم أسعار جديدة فقلت أجي أتفاهم وياكم تدري أنت الوالد أكثر عملته وياكم أي تدلل هذا المكتب مكتبك وأي بضاعة تجي إحنا طبعا في طريقها إن بضاعة كبيرة ورائعة مستوردة من برا وممكن أن نتعامل سوية وممكن أيضا يا حجي أنت أيضا حتكون بالصورة هاي بضاعتنا راح تجي ممكن اتعامل معكم بيها وتاخذوها بارخص الاثمان يعني اسوي لكم خصم بيها ان شاء الله خل احنا اعتمادنا على الله وعليك هذا صلاح تعرف ايش قد صعب وما حد يقدر ياخذ حقنا غيرك انت وانت دشوف الحجيه وندى شلون عايشات شوف عماد
ترى اني ما اقبل اي واحد ياكل حق الحجيه، لان انتم ما تدرون ايش قد الحجيه تعبت بهاي الاملاك وشافت من عذاب. بس اطمئن اطمئن وليدي، ان شاء الله كل واحد ياخذ حقه. تسلم خالو. هسه اروح انا خالو. زين؟ راح امر على الحجيه وعلى ندى وعلى سعد. واذا ظل عندي وقت امر عليك، زين؟ يعني ما يصير نعزمك على الغداء؟ مو وقتها، بما لا خالو. هلا. هلا. ايه ام عادل. شلونك؟ اكو واحد مثلك شهر على شهر ما يسأل ويقول عندي أم سأل عليها. مو بيدي يوم. يقولون المشاكل من تنزل على راس الواحد تنزل مثل المطر. وهذا ما شاء الله منين ما التفت. على العموم ما علينا، انت شلونك؟ هديل شلون؟ كلش مشتاق لها. هديل بالمدرسة هسه على جاي. السلام عليكم. عليكم السلام. عادوا لي. هلا حزوم. ما تقول لي انت وين؟ انا مقرر اليوم امر عليك. ضايع بهالدنيا. وانت؟ ما خلصت من هاي السيارة. يا معود هاي السيارة موتتني. اكو ناس يصيبهم لعنة، طاعون، ايديز. انا الله ذب علي هاي السيارة. يا ستار يا رب. بس دل حزومي، انت هواي متغير. اقول لك انت ليش ما تتزوج؟ شو ما شاء الله. ألف وحدة تتمناك. إذا تريد أكو بنات يقربن لزوجتي، إذا تحب أحكي لك وياهم وأكيد راح يوافقون إذا تتقدم إلهم. ليش إن بنات خالطة قليلات؟ ولا هو البنية اللي يريدها خوش بنية وماكو مثلها. مني؟ بتحجي صادق؟ يوم مو وقت هذا الموضوع. وأنت بعدك مشلب بيها؟ بس دير حازم بيتحجي صادق خوش ناس. رغم إنهم يختلفون عنا وما يشبهوننا بشي. بس بتهم خوش بنيه وما تشبه اخوتها. ليش ما تقدم لها؟ الله كريم عادل، الله كريم. يا معوض الناس تتقدم مره ومرتين وثلاثه الى ان يصير الموضوع. صدق يمه، ليش ما تتقدم لها من جديد؟ انا مقرر افاتحهم مره ثانيه وراح ابدي بخالهم، لان ما عندي بهالقضيه غير خال. صدق هذا خوش ادمي ودرسنا كنا. اقول لك حازم، هذا المخبر اللي كان وياهم شو اسمه؟ نادر غير؟ اي نادر. اي يابا شقد تحمل من عندهم اذيه. بس يلا انت شد حيلك، بلكي تصير شريكهم بهاي املاكهم اللي ماليه شارع 40. يا معود بلكي احصل لي محل واحد دمر. صدق يمو، شلونها مرتك؟ جهالك؟ شلونهم؟ اذا لاب تعبان يعني العائله شو راح يكون حاله؟ يمو وش قاعد تشتغل؟ قاعد ادور لي على شغله. ليش ياكو شغله ما اشتغلتها؟ بس شو تسوي؟ حظ ماكو. ابني هسه عفته مريض، ما عندي فلوس اوديه للطبيب. تفضل عادل. بس مو هو هذا الحل يوم. ابني بيقدر مال يخلص وشد رجال ما يخلص. لازم القى صورة حال، خلي اوديه ابني للطبيب. اسمع ابو هند. نعم استاذ. اي شقه تفرغ، اي محل يفرغ، راسا تاخذ المفتاح من المستاجر وتخليه بجيبك. وما اريد اخوتي يتصرفون باي شيء، مفهوم؟ مفهوم استاذ. Thank you.
هلا 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 شلونك؟ هلا حبيبتي هلا هنيال الحازم عليك حبيبتي تعرفين حازم قرر يتقدم مره ثانيه يقول لازم اكو حل لمشكلتنا خو ما تبقى معلقه لا هي للسماء ولا هي للقاع الناس تزوجت يوم ويوم ثاني بس هو معتمد مثل هالمره على خالج ابو صائد فهميني هديل قولي لي شو اسوي كوني انت بمكاني شوفي شلون راح تتصرفين ما تدرين اني شلون تعبانه وما اعرف شلون اتصرف حتى وقفت بوجه اخواني وبالنسبه لخالي خالي يتمنى اتزوج اليوم قبل باكر لان هو اللي مربيني بس الزمن قاعد يمشي وانتوا قاعد تكبرون خو ما تبقى شغلتكم معلقه لا هي للسما ولا هي للقاع والله ما ادري انا كل شيء تعبت هديل انا انسانه وعندي مشاعر واحاسيس فهميني شو اسوي قولي لي ليش هديل شو بس تركتني اني احكي ما تحكين انت قولي لي شكو ماكو منو ولد وياي بالمدرسه مبروك مبروك اني كلش هواي فرحت لك تستاهلين هديل زين شو وقت يتقدم لك اشكرك بس يعني هسه هو ما يقدر يتقدم الى ان يحصل ظرفه تستاهلين كل الخير هديل اشكرك واليوم الالك والحازم ان شاء الله نفرح بيكم بس قولي لي ايش راح اقول للحازم لو انتوا صدق متفاهمين قولي لي اني منتظرتك وابقى انتظر بيبتي بعيرة هاي صورتي انا وعادل من كنا صغار شوفي واقفين قدام بيتنا بعد البيوت اللي ورانا اي اتذكر هاي البيوت شي انقصت وشي صارت عمارات بس يما تدري منطقتنا قبل هواية احلى كنا نصعد على السطح نشوف كل الجيران حتى حكيهم بالليل نسمع شوف يوم هاي ابويا الله يرحمه هو وحجي صادق بالقهوة قاعدة يما اريدك هاي الصورة من تتزوجنا دا تكبرها وتخليها ببيتك اشو بيتك يوم ليش ما تقولين بيتنا ترى اني ما عايش ببيت انتي ما بي الله يكثر من امثالك يما شوفي هاي هديل وندى من كانوا صغار بالمدرسه صدق وين هديل شو ما دا اسمع صوتها يما هديل ما تدري ايش قد ممرود عليك وايش قد تحبك راحت يم ندى تقول هذا الموضوع لازم يصير وهي راحت تحكي وياها يما الله كريم يوم الله كريم انا اقرا الحزن بعينها بس قولي لها ما بقت الا ايام وان شاء الله يحسم الموضوع ان شاء الله يما ان شاء الله ايش فيك صلاح ما تقول لي صار؟ منش بيها؟ قلق انا عصبي انا لان اخوتي راح يدمروني راح يقبلوني وخاصه هذا عماد تدرين متزوج وحده ثالثه ومقعدها بشقه بالعماره شلون؟ متزوج مرت اللوخ ومرت عفاف وابنه وبيته ايش ما تدريني؟ ما تدريني راح شفتها مقعدها بشقه بالعماره اللي محله بيها ما ادري هذا ليش ما حل الزواج ليش ما يتزوج اذا هي الاملاك بيتهم ويتصرفون بيها مثل ما يعجبهم هم يدرون العمارات ايش وقت احنا سدينا الدين اللي عليها بس انت فوجك انت ما تطيهم عين بس السلام ماكو بعد تطيهم عين ما خليهم يشتغلون بكيفهم مو والله عماد يطلع ناس بكيفه وياجر بكيفه لو هذا سعد مخليل الشقه في المحلات فاضله عود على يا ساعه ياجرهن كافه عاد وصلت حدها صلاح انت تتحمل المسؤوليه الناس تعرفك الك انت شو تقول للناس من يوم هي عماد متزوج لمرة ومقعدها بالملوك شو اسوي لعاد قابل هو طفل خو مو طفل هو انا بيني وبينه كم سنه بس لا هسه اراويهم صلاح شنو حتى ما ينسوا نفسهم بعد هسه انت قاعد تسولف لي على عماد سولف لي على عقيل اللي لحد هسه مراجع للبيت يا معوده يا عقيل انت عقيل عقيل خمسه ضد عقيل شقوا عليه رجال هو ها عقيل وين نروح للسينما لو للبيت بعد وقت وش عندنا بالبيت
هسه بس اوصل البيت ماكو عند ماما غير القرايه وين شنت وين صرت وتحقيق تشبه عمي سعد من يحكي بالقانون. يلا قوم قوم نروح للسينما اكو كلش خوش فيلم. يلا ما حد خابرني؟ ما تخابر عليك. عجب ما خابرني المكتب. يقول خابرته بس انت ما جيت بالمكتب. اي رحت بشغله وما رجعت المكتب. ما عرفت ايش راد؟ لا يقول اخابره مرته الثانيه، يقول عندي شغله وياه. واهلي خابروني. الاولاد بالغرفه؟ اي قاعد يقرون بغرفتهم. حاضرين الحمام. شنو القضية؟ سمعت بتصل بيها للبيت وماكو شيء. سعد أنا محتاجة وأدري ما حد ياخذ لنا حقنا من صلاح غيرك أنت. أنا مو بالصلاح أي واحد بس آخذ حقي بالقانون. لحد أنا ليش جيتك؟ غير حتى نتفق سوية وأنت تتفاهم وياه لأن أنت تعرف بالقانون أكثر مني. شنو القضية يا عماد؟ الملك سعد ملكنا. ملك؟ شبيه؟ سعد ترى الامور وصلت حدها. ما تقول لي احنا ايش مستفيدين من الملوك؟ قل لي ايش مستفيدين؟ اشوف كل هالصلاح الزايده والناقصه والايجارات والنوب كل حكايه والثانيه يقول لك الملك ملكي. انا ما فارغ للملك بيني وبينك لان متكلف بشغلات كبيره وشغلات لها علاقه بمصائر ناس بالمحكمه. فما متفرغ لموضوع الملك. بعدين صلاح معقوله يقول يوميا الملك ملكي؟ طبعا لان انت مشغول واني ما احكي والحجيه وندى ما يدرون شو يقولون. ما تقول لي احنا شو نسوي او صلاح ماكل الملك كله. هسه اريد اسالك انت ايش قد يطلب لك بالشهر بالسنه تعرف؟ كان يعطيني كل فتره مبلغ ويقول لي هي هاي حصتك من الملك. قبل كنت تعرف ايش قد الايجارات بس هسه ما اعرف ايش قد ياخذ ايجار على الملك. ما اعرف صحيح مخلت كم شقة بالعمارة اللي ساكن بيها فارغات لبعض الأصدقاء بس ايش قد يجمع صلاح؟ ما أعرف. أخي إحنا اللي يوصلنا من صلاح نقطة بحر. إي نقطة بحر. إحنا مو ولد حجي صادق؟ ليش بس هو ابن حجي صادق؟ وبعدين تعال أقول لك أشو هو ما شاء الله غني تاجر وفلوس بس إحنا ما تقول لي شنو اللي عندنا. أرجوك سعد أنت هاي القضية لازم تحلها، افتهمت؟ لازم تحلها. زين هسه أنا أروح أمر لك بعدين في مال. لا يسعدك استاذ. اهلا حضرتك استاذ سعد المحامي؟ نعم شو تريد؟ وقت كنت ادور عليك وهسه اجيت لقيتك. عندي اخويا متهوم بسرقه وموقوف هنا وماكو اي شيء ضده. هاي شغله بسيطه، احنا ناس ملفوفه عليها حبل المشنقه خلصناها بسهوله. روح للمكتب وطي المعلومات السكرتير. بس استاذ ترى انا يعني ما عندنا الا المكتب. هذا الكارت مالي انطيل اي ابو تاكسي بالمدينه قل له بس اريد مكتب سعد ابن حج صادق المحامي راح يدليك. تفضل. Thank you.
زين هم زين لقيت هاي الوصولات هسه كلش تفيدني. يا وصولات هاي الوصولات مسجل بيها انا كل اللي صرفت على الملك فلس فلس مسجل مش ما ادري هم يدرون انا ايش قد صرفت على الملك فلوس يدرون ايش قد الداينه ما خليت واحد ما داينه من عنده ما يدرون حتى بوقتها جبرتني ابيع الذهب مالتي وهسه حضراتهم جايين هذا يريد يتزوج بفلوس الملوك وذاك ما يقبل ياجر ايش ما ادري هم كانوا طلاب بالكليات ومدارس وتعرفين انت انا صرفت عليهم وسويتهم واخذوا شهادات هسه جاييني يطالبون بالملوك ما اخلي واحد يفك حلقه والله بس تعال لعبوا لا ملكنا هذا واحنا لنا شركه به ولازم نساوي يدفعون كل اللي صرفته لحد الفلس كل تصوتك ايش قد حكيت وياك بس انت ما تقبل انت مبطيهم عين بس شو اسوي لك تتذكر قبل 10 سنين من جت الضريبه قلت لك يا معود خليهم امام الامر الواقع بس انت ما قبلت خليهم يبيعون الحصص مالتهم بس شو اسوي لك معاند يعني بكتها منين كان عندي فلوس يا زهار كان تقدر تتصرف تتداين الاسعار قبل كانت مو مثل هسه غاليه انت ما تفتهمين فارجوك لا تدخلين في الموضوع انا ما اعرف اتصرف ما اعرف اتصرف انا الوحيد اللي حقي اتصرف بهذا الملك هاي عندي الوصولات ومحضر شهود حتى اذا وصلت للمحاكم ما اخلي واحد من عندهم يلزم طابوقه من هذا الملك خلصت الشغله؟ تعبت يوم تعبت تعبت يلا كملت القسام تالي متالي قمنا ندور على الدراهم حتى انا يوم سالت على وظيفه بالمحكمه بس ماكو هسه لو القى وظيفه كان شويه ساعدتنا احسن من ما قعدتي بالبيت الله كريم يمه اذا تضلين تسالين تحصلين على وظيفه لان ماكو احسن من الوظيفه هسه احنا مو عايشين بالتقاعد مال ابوك الله يرحمه يمه احمد يعني انت ما تقدر تحصل لاختك على وظيفه من جماعتك من معارفك بسيطه يوم بسيطه العافيه درجات وداعتك الحال ما يضل هالشكل الا يصير عند ابنك محل وين بشارع 40 اجيت للبيت يا ابني تقعد ارتاح شلون ارتاح شلون ارتاح انا دا احس بنفسي دا اغرق يوم بعد يوم ليش مو دا تحس نفسك دا تغرق انت مو قاعد تشتغل وتبيع وتشتري يا بيع يا شراء يا سوق السوق واقف مطلوب مني ايجار ومصرف البيت والدين مال العالم دا احس نفسي دا اغرق يوم بعد يوم وما اعرف شلون اصرف والله يا يمه ما ادري ايش اقول لك الله يساعدك هسا ابوي لو مخلف لنا بس بيت كان ما فكرنا بالايجار ابوك الله يرحمه كان حاير بنفسه سفر ونسات ما فكر بينا ابني شنو الفايده انا دا ادفع الثمن بس ودعتك يوم اتعامل ويا المستحيل وما انتهي يمه لا تنسى عود السوا قلنا الله كريم انا اروح اجيب الطبيب لا ماكو داعي اكو طبيب اعرفه هسه خابره يجيب حصى ما اريد طبيب انا بعد شويه اصير زينه هذا الضغط ايش دا يسوي بي يمكن هذه الحبوب اللي دا اخذها ما دا تفيدني انا عرفت من ورا هذا الحكي راح تصير مصيبه بس ماكو احد يحسب حساب الانسان مريض تعبان كبير سهله هسه تصير زينه أنا أخابر طبيب الشخصي يجي يشوفها ويطمن عليها ما محتاجي لأحد خالي موجود عماد بلي تبقى أخذك وياي لا أنا باقي هنا إلى أن تصير الحجية زينة روح أنت هسه يجوز أمر لك للمكتب أو للبيت زين ندى أنا أكبر منك وتعرفين عقل زين فأول شيء أوصيك عليه
اهتمي بشخصيتك، خلي لي الشخصية، لا حكاية تجيبك حكاية توديك. شنو عندك اعتراض على شخصيتي؟ شبيها شخصيتي؟ لا تظلين تركضين ورا خالي، خالي يتدخل بحياتك وبعدين يأثر على كيانك. أنا قلت له يترك هذا المحل لأن وجوده بيثير لنا مشاكل. خالي؟ منو مثل خالي؟ يا ريت كل الناس مثل خالي، منو إلنا غير خالي؟ خالي قاعد يدفعك حتى تتمردين علينا، احنا اخوتك الكبار. خالي؟ شنو شكل هالتمرد هذا؟ شفتوا علي؟ شفتوا عليه؟ هذا موضوع الولد اللي اسمه حازم، دول جيراننا. اتصور احنا اعطينا بالبدايه راينا، فماكو داعي يوميا ينعاد الموضوع، لان خالي يريد الموضوع يصير. يظهر الطيور على اشكالها تقع. اسمع، خالي ما له علاقه بالموضوع. بعدين هو الولد حكوا وياه. انتوا تعرفون حازم. بعدين انتوا ليش ما تاخذون رايي بهذا الموضوع؟ ندى، انت مساو جاي لازم ياخذون رايك. خالي هذا الحكي ما يصير. لازم من البدايه كان طرده. شلون تسمح له يحكي وياك؟ احنا وين وهم وين؟ هم مو مستوانا، وبعدين احنا ما نعرفهم. ابوه اللي اسمه ابوه قضى عمره يشتغل مو عندنا، عند قرايبنا، عامل الى ان مات. واذا كان بفقره وابوه كان يشتغل عامل، المهم ناس شرفاء. خالي هذا الحكي اقنع بيه نفسك، وشويه ندى لان متاثره بيك. انت قاعد تحكي بالمغلوب. ما فاهم اني انت شلون مدبرها بالسوسايتي بالمجتمع. كافي عاد، كافي سعد، كافي هاي النظرة الدونية للناس، مستوانا ومو مستوانا، كافي هالتفكير هذا. كل واحد مسؤول عن نفسه، فهمت؟ ما شاء الله، انت هم متأثر بخالك. اذا كلكم ضدي فاني اسكت. المهم انا ما اهتم لاي رأي، ويكون بعلمك لدى الجماعة يضروك وما ينفعوك. نعم استاذ. شوف ابو هند، اي واحد يسالك من اليوم مصاعدا ايش قد تلم ايجارات من الملوك، ايش قد تاخذ، ايش قد تستلم بالشهر، اي واحد من اخوتي غريب قريب ما تجاوب ولا تجيب طاري اي رقم، افتهمت؟ وخاصه اخويا سعد. نعم استاذ، حاضر. باوع وتبلغهم، مو كل واحد بكيفه يروح ياجر، هذا ماجر الشقه، ذاك مفرغ الشقه، وهذا ماجر لي محل. ابدا ما حد يتصرف باي شيء، وتركز لي على العماره اللي بيها سعد، شكو محلات فارغه الشقق تاجرها، مفهوم؟ استاذ الله يخليك، يعني كل شيء ولا استاذ سعد، الحقيقه انا ما اشيل هم غير ويا استاذ سعد، اتفاهم ويا كل الناس، بس استاذ سعد لا، هو ما يرتاح لي واني هم ما ارتاح له. لك بابا انت شنو خايف من سعد؟ هذا فد واحد فاشوشي يخاف من ظله. امشي على شغلك. صار صار. انتوا اخوة بيناتكم، والله طلقت روحي من هذا الشغل، الخبز له على القلب. هذا فلاح ابو هذا المكتب. تو استاذ عماد ترى الحجيه هوايه تعبانه. خالد تعبت من حكي سلاح، بس دير بالك عليهم. وانا عندي غيرهم يا ابني، انا لازم اخذها للطبيب حتى ولو ما تقبل. ترى انا كلش قلق عليها. ضميرك مو مضبوطه؟ كلش مضبوطه. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انا ابغى اسال استاذ فلاح، استاذ سعد يريدك. شو
فيني؟ والله يا استاذ ما اعرف. تفضل. انتوا ايش قد صار لكم مأجرين المكتب هنا؟ اكثر من 5 سنين. وطوال هاي 5 سنين ما اتصور اجى واحد وتدخل بشغلك. لا صار دائما تدخلوا. اذا دائما نتدخل فهالمرة راح اتدخل اني اكثر من كل المرات. على شنو تدخل؟ احنا من اجرنا المكتب على أساس مكان عمل، على أساس مكتب هندسي، وأنتم مهندسين وتعرفون من نحكي وياكم هذا الموضوع شنو معناه. طبعا مكان عمل، لا عاد مكان ايش؟ اللي إذا أحس مو مكان عمل، إذا أحس المكتب صاير مثل القهوة، ناس تطوب، ناس تطلع، وإحنا هذا الموضوع مسولفين به أكثر من مرة. هذا شلك بالحكي أستاذ سعد؟ إحنا أحرار مكتبنا. نسوي قهوة، نسوي غير شكل، بعدين اللي يجيب جهاز يريد يصلحه. يعني معقولة أقول له روح انتظر بالقهوة وأنا أصلح الجهاز وأجيب لك إياه؟ ما يصير أستاذ. والما يصلح والنهار كله قاعد بالمكتب، هذا شلون؟ أستاذ سعد هذا الموضوع يخصني مكتبي وأنا حربي، شلون ما أستقبل الناس؟ أنا مسؤول أمامكم فقط بالإيجار. مو بكيفك أخي، مو بكيفك، لا تخليني أتصرف وياك تصرف ما ترتاح له. يعني شو تسوي؟ لا تخليني اسحب المفتاح منك. لا تقلق استاذ، كم يوم واني راح اسلمك مفتاح المكتب. واي اكو مكانات زينه بهذا الشارع، احنا هم ملينا يوميه زياده بالايجار. والسؤال التقليدي مال حضرتك، منو راح منو اجى، منو طب منو طلع، مو صح استاذ سعد؟ اخي الزم حدودك، انت ما تعلمني اللي يصير والما يصير، انا اعلم الناس، اني ابو القانون. بس القانون ما يسمح لك تتدخل بحياة الناس. مو صحيح استاذ سعد. لا تحكي زايد، ما اسمح لك. تفضل، عندي دعاوي اريد اخلصها وقدامك اسبوع استلم المفتاح. تفضل. يا اخي انا بعد ما اقدر اعيش بهذول المجانين. هذا سعد فد واحد كلش مو طبيعي، مو مأجرين من عندك.